وهل حظر اكتظاظ السجون فعلا هذه إشكالية من مطروحة اتخذت سلسلة من الإجراءات وما زالت، والغد رأينا نشاط في تيفلت منذ قيل عمل السجون وإعادة الإدماج، وكما سبق السيد وزير العدل في البرلمان أن طرح العمل على إنجاز إصلاح عميق للاعتقال الاحتياطي والتوجه نحو اعتماد منظومة العقوبات البديلة. ولهذا المناقشة ولهذا تم الإعلان عن عدد من الإجراءات التي يدافع عنها يعني بالنسبة للحكومة يدافع عنها السيد وزير العدل، وهي الإجراءات التي موضوع مناقشة على مستوى تعديلات القانون الجنائي. هذا المسألة الأولى، ورجعت نظام الاعتقال الاحتياطي واعتماد فلسفة العقوبات البديلة على العقوبة الحبسية. المسألة الأولى. المسألة الثانية هي تطوير البنية التحتية السجنية وفق معايير، والمغرب كان عنده انفتاح كبير لأنه مع الأمم المتحدة كان زيارة في السنة الماضية، ولم يقع الاتفاق أو تحديد السجون التي ستتم زيارتها، وترك لهم المجال لاختيار السجون التي يرغبون في زيارتها، لأن المغرب اعتمد السياسة في الانفتاح المسؤول ويتقدم فيها. أحد العناصر كما قلت تطوير وتعزيز البنية التحتية، ولهذا هناك برنامج بناء سجون جديدة واعتماد معايير جديدة في البنايات في هذه البنايات. هذا لا يعني أننا لم نحقق تقدم، لأن الاعتقال الاحتياطي راه تقلص بالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية، لكن ما زال يشكل نسبة يعني أزيد من حوالي 130% بالمقارنة، لكن في نفس الوقت هذه النسبة تبقى مرتفعة. ولهذا نحن واعون لا نجد حرج في القول بأنه الموضوع ديال اكتظاظ السجون هو أحد الإصلاحات ضمن رؤية تقوم على أنسنة الفضاء السجني، ضمن رؤية تقوم على اعتماد سياسات التكوين والتأهيل لذلك، ضمن مقاربة تقوم على تخفيف العبء على الأسر فيما يتعلق بالقفة، ولهذا تم الإلغاء ديال الطريقة التدريجية، ضمن مقاربة تقوم على تطوير المنظومة ديال إعادة الإدماج واعتماد شراكات مع عدد من الفاعلين العموميين في هذا المجال. إذن هنالك مقاربة مندمجة يقع العمل يعني في إطارها. واللقاء ديال الغد اللي كاين عند المندوبية لعمل السجون وإعادة إدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت سيكون محطة للكشف على العديد من الإجراءات في هذا المجال. إذن كاين عمل على مستويين، وزارة العدل من جهة، المندوبية لعمل السجون وإعادة الإدماج، وإن شاء الله سنحقق خطوات في هذا المجال.